اليوم حزب الجيد أو الإي بارتي سي يعلن نهاية تحالف الطاولة السداسية، ويقول بأن هذا التحالف كان تحالفا انتخابيا، بنهاية الانتخابات قد انتهى التحالف. الرئيس أردوغان في حملته الانتخابية تحدث وأشار إلى أنه يتوقع بتفكك تحالف الطاولة السداسية، وأنه حتى بعض الخبراء توقعوا بأنه إذا ما كان يعني حدث ما لا يحمد عقباه وفازت الطاولة السداسية، فإنه بمختلف الآراء والتوجهات المطروحة على الطاولة، فإنه هذا الأمر سيجعل البلاد في حالة من حالات التشتت والتشرذم. ولكننا في النهاية نتحدث عن فوز أردوغان وصدق توقعه بتفكك هذه الطاولة. بماذا تعلق؟ يعني أعلق بهذه الحكمة التي تقول صلى وصام لأمر كان، فلما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. يعني هؤلاء تجمعوا لأجل مكاسب شخصية، لأجل أهداف أخرى، لكن بعدما انتهى الأمر وفاز رجب طيب أردوغان وخاب سعي من كانوا يريدون سقوطه وما إلى ذلك، وكانوا يطمحون في تولي الوزارات وما إلى ذلك، لكن الحمد لله الذي خيب سعيهم وخيب أهدافهم وصدق توقع رجب طيب أردوغان. أستاذ علاء، من يعني نحن حتى كنا ندعو في دعائنا: اللهم من أراد بتركيا وبالأمة الإسلامية خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا وسوءا فاجعل كيده في نحره. الحمد لله الذي أجاب هذا الدعاء. كل من أراد أنا يعني ليس عندي شك، كل من يحب تركيا ويعمل لأجل تركيا يقف بجوار هذا الرجل. أما من عنده حظوظ نفسية ويطمح إلى أمجاد شخصية وما إلى ذلك، هؤلاء هم من يأخذون الطرف الآخر. يعني والله سبحانه وتعالى أعلم، ولكن هذا ما نراه، وهذا حكم البشر على المشهد.